شو ها؟ ولك قوس قوس هيدي التحية بالجوجواندو بس واحد يربح على التاني. شو جوجواندو؟ ما عرفت؟ لا فتحت نادي جوجواندو بالحي. جد؟ ايه جوجواندو بس انا بعرف في تاكواندو. لك شو بدك بالتاكواندو يا كريا؟ هديك التاكواندو بدك تضلك ست ساعات عم تعمل لي حركات هيك وبدك تولع بخور ودخني وراك وابقى لك هاي ستيفن سيجال صار معه الرابع من كتر ما لعب تاكواندو. ايه بس ستيفن سيجال معه الحزام الاسود. هو صابغه بعدين بالتاكواندو كل ست سبع سنين لا يعطوك حزام ولا توصل للحزام الاسود بدك تبرم كل اليابان على اجر وحده بينما عندي بالجوجواندو كل حركة حلوة بتعملها بنولك حزام يعني إذا شديت همتك بنص ساعة بنولك الحزام الأسود. شو كريا بتحب السجل عندي بالنادي؟ قد ايه تسجيل؟ 10,000 ليرة بالشهر. غالي وسختك بأجري ولا كريا يطلع لك معه بدلة وحزام وشهادة تخرج وميدالية والزلمة يقرب عك كريا. أنا قبلت هي 10,000 ليرة بديك تعلميني إذا هجم علي 20 واحد معن فرودي وسكاكين أضربهم وأقتلهم ضربة وحدة. ماشي كرية يلا حمينا كون جمت الغراض. يلا كرية أول درس حجا. أوس يلا كريا دورك يلا حيا. أوه يلا شو بك ما انكسرت معك؟ لا يلا بكسرها تعال عندي شو قريب. لا